بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما، إنك أنت السميع العليم، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك، اللهم آمين. بإذن الله تعالى ننتقل إلى دروس جديدة للغة الجميلة الصف الرابع الابتدائي، سنشرح فيه هذه لهذا الأسبوع نص لما تألمت الفراشة، ثم نتناول التواصل اللغوي سواء كان التواصل الشفهي أو الكتابي. ننتقل إلى الدرس الصغيرات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نبدأ مع درسنا نص لما تألمت الفراشة. إذا صغيرتي، أهداف درسنا بإذن الله تعالى أن أقرأ النص قراءة جيدة تعليمية، وكذلك أنمي لغتي من خلال الأنشطة الموجودة معنا. أيضا صغيراتي، أستظهر النص استظهارا جيدا. إذا تأملي الصورة الموجودة معك هنا، نرى في الصورة أحسنتم فراشة على أحسنت من الزهرة. إذا عنوانها سيكون عنوان نص الشعر الموجود معنا، لما تألمت الفراشة. استفهام، دلني أداة الاستفهام، لما وعلامة الاستفهام صغيرات. إذا هنا باركود، لك أن توجه الكاميرا إلى الباركود لتستمعي إلى النص صغيرتي. سأقرأ النص ثم بعد ذلك اقرأيه قراءة تعبيرية جيدة. لما تألمت الفراشة؟ كنت دوما أتجول في هناء مثل بلبل، كنت ألهو في رخاء حول ورد أو قرنفل، كنت أمتص رحيقا صافيا عذبا معسل، غير لم أكن أشعر يوما بدوار قرب جدول، غير أن الآن آها كل شيء قد تغير، فبدا الماء النقي شاحب اللون معكر، وكذا الزهر الشذي لونه السحري أدبر، فرحيق الآس أمسى طعمه لي مثل حنظل، أنقذوني يا صغار أبعدوا عني القذارة، وانشروا البستان عطرا وارفعوا تاج النضارة، واسلكوا درب النظافة فهي عنوان الحضارة، حققوا روح التآخي كي يكون العيش أفضل، كي يكون العيش أفضل. إذا صغيراتي، هذا النص الشعري للأديب محمد الفاضل سليمان. نبدأ سويا. أقرأ الأبيات قراءة معبرة. إذا صغيرتي اقرأ الأبيات. ننتقل الآن بعد أن قرأنا هذه الأبيات الرائعة واستمتعنا بها، ننمي لغتنا اللغة العربية ونثريها. أصل كل كلمة بمعناها فيما يأتي في دقيقة واحدة صغيراتي. ابدأ الآن بالحل. أمامك شاحب، أتجول، النظارة، التآخي. بارك الله فيك. إذا شاحب تعني متغير اللون بابل، وهذا الوصف دائما نصف به الإنسان المهموم أو المريض. أتجول أحسنت، أتنقل من مكان لآخر. النظارة رائعات، هي الحسن والإشراق، وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم، وجوه يومئذ ناظرة. نسأل الله أن نكون من أصحاب هذه الوجوه. أحسنت التآخي،
التفاهم والمحبة، وهذا هو نهجنا في الدين الإسلام. إذا صغيرتي اختاري الإجابة الصحيحة فيما يأتي. تميز نبات الحنظل بأنه رائعات شديد المرارة، غير أن الآن كلمة آهًا في البيت تدل على، بارك الله فيكم صغيراتي، على التألم. دائما نقول آه ضرسي يؤلمني، آه رأسي يؤلمني ونحو ذلك، إذا تدل على التألم. الكلمة المختلفة هي كلمة رائعات معكر، لأنها ضد للكلمات السابقة، فصاف وعذب ونقي، أوصاف للماء. بارك الله فيكم. إذا الكلمة المختلفة هنا كلمة معكر. إذا هذه هي الإجابات صغيرات. ننتقل للنشاط التالي. بارك الله فيك. أرتب الموارد المائية من الأكبر إلى الأصغر. معي صغيرتي؟ حسنا. إذا مما تعلمته واستفدته في مادة التربية الأسرية، وكذلك في تعرفون عليها وتعرفتم عليها إن شاء الله، تعرفتم عليها في مواد، وستتعرفون عليها في التربية الاجتماعية إن شاء الله. نبدأ بترتيب الموارد المائية من الأكبر إلى الأصغر. أمامك نهر ومحيط، جدول وبحر، أيهما أكبر؟ رائعات المحيط، ثم ممتاز البحر، يليه النهر، جميل جدا، وأخيرا الجدول، وهو ما ذكرته لنا الفراشة في النص. بارك الله فيك. إذا نبدأ الآن بفهم النص وتحليله. السؤال صغيرتي، صفي حال الفراشة وهي تتجول بين الأزهار قبل تلوث البيئة التي كانت تعيش فيها، كيف كان حالها؟ من خلال النص، أحسنتن، تعيش في هناء، في سعادة، نعم، تتجول بين رائعات، بين الأزهار، ممتاز، أحسنتن، تشرب الماء النقي، نعم، تمتص الرحيق طعمه مثل العسل، أحسنتن. إذا هذا هو حالها، تعيش في سعادة وهناء. ما النصيحة التي ختم بها الشاعر أبياته؟ عودي لآخر بيت، أنتم نشر المحبة والتآخي بين الناس، رائعات، وهذا هو نهج دين الإسلام. الله عز وجل، إنما المؤمنون إخوة، صحيح يا رابع؟ حسنا، استخرج من النص الآتي كلمة بدأت بهمزة قاف. راجع الآن الظاهرة الإملائية التي تعودت عليها، أحسنتم، تجول. طيب كلمة بدأت بهمزة وصل، رائعات الأزهار، ضد كلمة أقبل من خلال النص، أحسنتم، أدبر، جمع كلمة صغير، رائعات، صغار، اسم طائر عرف بحسن صوته، نعم، البلبل. بارك الله فيك صغيرتي. الآن أمامك مجموعة من الصور، قومي بالربط بين الصورة والاسم الدال عليها. ها صغيرتي، أين زهرة الآس؟ نعم، الزهرة ذو اللون الأبيض، زهرة القرنفل، أحسنتم، ذو اللون. إذا هذه زهرة القرنفل لها فوائد عدة صغيراتي، ولا يخلو منزل منها لفوائدها، ابحثي عنها واستفيدي. نبات الحنظل كما ذكرت لنا، نعم، نبات صحراوي يتميز بشدة حرارة. إذا الحل صغيراتي هنا، ننتقل صغيراتي إلى النشاط التالي. حسنا، أبين أوجه الشبه والاختلاف بين الفراشة والنحلة. ها صغيرتي، قارني بينهما. أنت لك أن ترسمي مخطط فين وتبدأي بالمقارنة، أحسنتن، نعم. إذا أقول الفراشة والنحلة كلتيهما من الحشرات، أحسنتن، رائعات، نعم نعم. إذا أقول الفراشة والنحلة لهما أجنحة، أحسنتن أيضا. طيب أوجه الاختلاف، بارك الله فيكم، النحلة تصنع العسل بينما الفراشة تزين البيئة بألوانها، بارك الله فيكم. ونعلم أن النحلة قد ورد ذكرها في القرآن الكريم،
فهي من الحشرات النافعة سبحان الله، سورة كاملة باسم هذه الحشرة بعظيم فائدة ما تنتجه لنا وهو العسل. كلنا نعلم فائدة العسل. حسنا صغيراتي، ننتقل للنشاط التالي. واسلكوا درب النظافة فهي عنوان الحضارة. ديننا الإسلامي يحثنا على النظافة، ويتجلى ذلك في مظاهر عديدة، منها أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، اثنان النهي عن إلقاء القاذورات في طريق الناس وظلهم. تعاون مع مجموعتي في ذكر مظاهر أخرى تدل على أن ديننا هو دين النظافة. ها صغيرتي، إذا قلنا أن الوضوء وأخذتموه في مادة الفقه ومن شروط صحة الصلاة، نعم إلقاء القاذورات نبتعد عنه وهذه من حقوق الطريق علينا أيضا، أحسنتم استخدام السواك أحسنتم أيضا، الاغتسال رائعات كذلك، التطيب ممتاز أيضا، المحافظة على نظافة المنزل بارك الله فيك أيضا أحسنتي، الطيب بارك الله في كل. إذا كل هذه مظاهر تدل على أن ديننا دين نظافة. إذا هنا صغيرتي اعتمد النص على استخدام حاسة البصر والشم والتذوق، كلها تعرفت عليها في مادة العلوم. اكتبي من النص جملة تدل على كل حاسة، حاسة البصر. ها صغيراتي، نعم إذا أقول لونه السحري أدبر. طيب حاسة الشم، ممتاز انشر البستان عطرا. وحاسة التذوق، بارك الله فيكم طعمه لي مثل حنظل. إذا هذا هو الحل صغيراتي. ننتقل للنشاط التالي. إذا قومي بتذوق الأبيات الشعرية واستشعري بجمالها من خلال هذين السؤالين. واحد، أي التعبيرين أجمل ولماذا؟ شاحب اللون أو متغير اللون؟ برأيك صغيرتي؟ أحسنت، شاحب اللون. لماذا؟ رائع، لأنه أقوى في الدلالة. طب السؤال التالي، لما خصت الفراشة الصغار بالنداء أنقذوني يا صغار؟ الأسلوب هنا صغيراتي ماذا نسميه؟ نعم أسلوب نداء. لما خصت الصغار؟ أحسنتم، لأنهم أمل مستقبل. رائعات. إذا صغيراتي بعد أن فهمت القصيدة وتذوقتها قومي بما يأتي، اقترحي لحنا مناسبا ثم أنت قم بإنشائها أمام أفراد أسرتك في المنزل. ننتقل لآخر جزء في درسي النص الشعري. بعد هذا الإنشاد الجميل الذي استمعنا إليه واستمتعنا به، استطعت حفظ بعض الأبيات. إذا أنت صغيرتي هنا ملزومة بحفظ النص كاملا 12 بيتا. إذا تحفظي 12 بيتا صغيرتي هنا في الجدول، قيمي نفسك على الحفظ الذي قمت به، والهدف من الحفظ أن تقوى لدينا ملكة الحفظ صغيرتي. إلى هنا وصلنا إلى ختام النص الشعري، ننتقل إلى دروس مفيدة وجديدة لنا في اللغة العربية. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، درسنا الجزء الثاني هو التواصل اللغوي، أي أتواصل مع الآخرين. القسم الأول التواصل الشفهي، وكذلك كيف أتواصل مع الآخرين بطريقة أخرى وهو التواصل الكتابي. إذا درسنا اليوم سيكون عنوانه التواصل الشفهي إبداء الرأي. إبداء الرأي، إذا الهدف إن شاء الله تعالى تعرف على معنى إبداء الرأي، إبداء الرأي في المواقف التي تتعرض إليها، وكذلك إن شاء الله وصف المشاهدات بإذن الله تعالى. حسنا، في البداية ما معنى إبداء الرأي؟ عندما أقول ما رأيك، ما معنى إبداء الرأي؟ أنتم، وتعبير الفرد عن رأيه في موقف أو مشكلة أو أمر من الأمور معتمدا على ما لديه من أفكار ومعتقدات. إذن هذا هو معنى إبداء الرأي.
صغيرتي هناك أمور لا بد من مراعاتها قبل التحدث كي تصبحي محاورة جيدة ورائعة ومتمكنة. إذا يجب أن تراعي هذه الأمور قبل أن تبدأي بالحديث، وهي أحسنتم الاستعداد للحديث وترتيب الأفكار. ممتاز أن يكون الحديث باللغة العربية الفصحى اليسيرة. رائعات، كلنا نفخر بلغتنا اللغة العربية. نعم الالتزام بالوقت المحدد. أحسنتم النظر للجمهور والتفاعل معهم. رائعة، توظيف كل ما تعلمته في هذه الوحدة من معارف وما اكتسبته من رصيد لغوي. نبدأ زميلاتي، نبدأ صغيراتي الآن. أولا أقرأ المواقف الآتية قراءة صامتة وأجيب عن المطلوب. أمامك هنا 8 مواقف صغيرتي، اقرأيها قراءة صامتة ثم سنجيب عن المطلوب. إذن هنا مجموعة من المواقف، اقرأيها قراءة صامتة. حسنا، المطلوب هو الموقف الذي أختار الحديث عنه. إذن اختاري أحد هذه المواقف الثمانية ثم قومي بإبداء رأيك حول هذا الموقف. ما رأيك فيه؟ رتبي أفكارك وكل ما تعلمتي من أساليب ومن رصيد اللغوي وموعته ذاكرتك من معارف ومعلومات. استعدي للحديث أمام زميلاتك والتزمي بالوقت كما أسلفنا. يا صغيرتي، أي المواقف التي تريدين أن تتحدثي عنها؟ إذا لو قلت لك ما رأيك في ترك صنبور الماء مفتوحا أثناء تفريش الأسنان؟ أنا اخترت هذا الموقف، ما رأيك فيه؟ الآن سأبدي رأيي صغيرتي. قلت تصرف خاطئ لما فيه لمخالفة للشريعة الإسلامية، هذا التصرف يدل على الإسراف نعم والتبذير، ونعلم أنها من صفات الشياطين. أحسنتم، يجب أن نبتعد عن مثل هذه التصرفات. أنت صغيرتي اختاري أحد هذه المواقف وابدي رأيك حولها. ننتقل للنشاط التالي. تأملي اللوحتين. أقامت إحدى المدارس مسابقة أفضل لوحة فنية تعبر عن البيئة. إذن وهذا هو دور المدارس، تنمية مثل هذه المهارات، وبارك الله في جهود الدولة، نجدها ترعى الموهوبين. مع كتابة شعار لها، كانت اللوحتان الموجودتان أمامك من إنتاج طلاب هذه المدرسة. انظري، اللوحة الأولى كان عنوانها نحمي بيئتنا، واللوحة الثانية البيئة ثروة. المطلوب صغيرتي تأملي اللوحتين من حيث دقة الرسم ومناسبة الشعار، ثم أبدي رأيك فيهما. ما رأيك؟ تنتي أقول اللوحة الأولى غير مناسبة، نعم غير مناسبة للعنوان لأنها تدل على تلوث البيئة وليس حمايتها. طيب واللوحة الثانية؟ رائعة، إذا أقول اللوحة الثانية أكثر دقة ومناسبة حيث أنها تحدثت عن، أحسنتم، المحافظة على البيئة. بارك الله فيكن صغيرتي. ننتقل إذا درسنا الثاني، وهو الجزء الثاني من التواصل الشفهي بعنوان وصف مشاهدات. إذا الآن الهدف أن تصفي مشهد رأيته أو سمعت به من خلال هذا الدرس. إذا المطلوب الآن ما معنى وصف مشاهدات؟ عندما أقول صفي ما شاهدت، صفي ما سمعت، صفي ما رأيت، ما معنى وصف مشاهدات؟ أحسنتم، هو رسم بالكلمة المعبرة لكل ما تلتقطه الحواس، نعم، من صور وأصوات. بارك الله فيكن. أكرر، كرر صغيراتي، وصف المشاهدات هو رسم بالكلمة. إذا سنحول كل ما شاهدناه إلى كلمات لكل ما تلتقطه الحواس من صور وأصوات. المطلوب الآن صغيرتي اختار أحد الموضوعين الآتيين، اختاري موضوعا واحدا فقط. رتب أفكاري، وضف ما تعلمته من أساليب متنوعة
ورصيد لغوي وما وعته ذاكرتي من معارف ومعلومات، أستعد للحديث أمام صفي ملتزما بالوقت المحدد. إذا أنت الآن التزمي بوقت معين للحديث عن أحد هذين الموضوعين، الموضوع الأول صغيرتي تبدين رأيك حوله وتصفين ما شاهدته. خرجت في نزهة في فصل الربيع إلى حديقة قريبة، أتحدث عما رأيت، عما سمعت وشممت، مع إبداء شعوري وأمنياتي. إذن الحديث عن هذا الموضوع، استعين بإجابات الأسئلة الآتية صغيرتي: متى خرجت في هذه النزهة؟ إذن قد تقولين خرجت في الصباح، خرجت في صباح يوم الخميس، عصر يوم الجمعة، إلى أين؟ إلى مثلا حديقة الحي أو حديقة الملك عبد الله ونحو ذلك. معنى أن خرجتي مثلا مع أسرتي، مع أقاربي، لماذا؟ للاستمتاع مثلا بجمال الطبيعة والجو. ماذا رأيت؟ صفي لي ما رأيته. إذا مثلا تقولين السماء صافية والأشجار خضراء والأزهار متفتحة والحجرات والأطيار حولنا. ماذا سمعت؟ خرير الماء وحفيف الشجر وزقزقة العصافير، ومثلا أقول بكاء الأطفال أو ضحك الأطفال، مثلا الطبول إن كان هناك طبولا في هذه الحديقة. ماذا شممت؟ مثلا روائح الطعام، روائح الأزهار العطيرة. بماذا تشعرين؟ أشعر بالفرح والسعادة. ماذا تتمنين؟ إذا تقولين أتمنى من الله أن تصبح الحياة ربيع دائم، لك أي أمنية؟ سبحان الخالق على هذا الجمال. إذا أنت الآن استعيني بمثل هذه الإجابات لوصف هذه النزهة. هذا الموضوع الأول. إن أردت أن تختاري الموضوع الثاني لك ذلك. الموضوع الثاني هو: قضيت يوما من أيام الصيف في نزهة مع أسرتي على شاطئ البحر. إذا ستصفين هذه النزهة صغيرتي، ستصفين هذه النزهة، استعيني في وصفها بالإجابة عن الأسئلة الآتية في مدة دقيقتين. إذا لمدة دقيقتين، الوقت أنت ملزمة به، ولا ننسى الأمور التي يجب أن أتبعها، وهي النظر للجمهور، الالتزام بالعربي الفصحى، وضبط كل ما تعلمت في هذه الوحدة من معارف ومن رصيد، كذلك الالتزام بالوقت. وهنا حدد لك وقت معين وهو دقيقتين. إذا أثناء وصفك ستصفين لي كيف كان الجو في ذلك اليوم، هو تقولين كان الجو حارا، كان الجو مشمسا، كان الجو جميلا، متى خرجت من المنزل ومن كان معك، متى خرجت في صباح اليوم، عصر اليوم، مساء، أنا وأسرتي، أنا وأقاربي، كيف ذهبت إلى الشاطئ. مثلا تقولين ذهبنا بالسيارة إلى الشاطئ. إذا ماذا أخذت معك؟ أعددت، تبدأي الآن بإعداد، مثلا أعددت أدوات الشواء والألعاب المناسبة وملابس السباحة. ماذا شاهدت في الطريق؟ تبدأي الآن بالوصف. شاهدت مثلا الطريق مزدحما بالسيارات، شاهدت الطريق واسعا. ابدأي بوصف الطريق، استعيني بخيالك صغيرتي. ما النشاطات التي قمت بها؟ مثلا تقولين لعبنا أنا وإخوتي، وقمنا بصنع رجل من الرمل ونحو ذلك، قمنا بالسباحة. صفي ما قمت به، وبعد ذلك صفي منظر البحر ووضحي أثره في نفسك. منظر البحر كيف كان؟ إذا تقولين رأيت البحر واسعا وأزرقا، أمواجه عالية وصوته مرتفع. ثم بعد ذلك كان ما أجمل البحر، ما أعظم الخالقة. متى عدت إلى المنزل؟ تبدأين مثلا في نهاية اليوم عدنا إلى المنزل، وبعد أن عدت قمت بالاستحمام ونحو ذلك. إذن هنا مجموعة من الكلمات صغيرة ستساعدك في بناء الحديث، والاستعداد للرحلة، ملابس السباحة، البحر، الماء، الثلج، الطعام، الأعمال أثناء الرحلة التي قمت بها، السيارة، الفراش، المظلة، المظلة، النار، الكرة، السباحة. كلمات ستساعدك في ختام الرحلة، وهي حاوية النفايات والحاجيات والاستحمام. إذن أنت صغيرتي استعيني بكل ما ورد وسبق في بناء حديثك. إذن إلى هنا وصلنا إلى ختام التواصل الشفهي، كان عبارة عن تواصل من خلال وصف مشاهدات
وإبداء الرأي. بارك الله فيك صغيرتي. ننتقل إلى الجزء الثاني، التواصل اللغوي، وهو القسم الثاني التواصل الكتابي. الدرس الأول كتابة قصة من مشاهد معروضة. إذن الهدف إن شاء الله أن تكتبي قصة من مشاهد معروضة وتكتبين الكلمات كتابة صحيحة. واحد، معي صغيراتي نبدأ. تأملوا المشاهد وأقرأ العبارات وأجيب عن الأسئلة. انظري هنا المشهد، الصورة هنا أمامنا ثلاث مشاهد، ثلاثة مشاهد، تحت كل مشهد عبارة. إذا المشهد الأول العبارة أحمد وأيمن يخرجان من المنزل. نبدأ الآن من خلال عبارة نجيب عن الأسئلة. من في الصورة؟ أحسنتم، أحمد وأيمن. من أين يخرجان؟ رائعات من المنزل. ماذا يحمل أحمد؟ سلة الطعام. ماذا يرتدي أيمن؟ ملابس رياضة زاهية. بارك الله فيكم. ننتقل للمشهد الثاني. وصل أحمد وأيمن إلى حديقة مزهرة. ما المكان الذي وصل إليه أحمد وأيمن؟ أحسنتم، حديقة مزهرة. أصفوا المكان. أحسنتم، الأرض خضراء والأشجار كثيرة. أحسنتم، ما الأشياء التي أراها؟ أشجار وفراشات وأزهار، رائعات. هل الذهاب إلى المكان مناسب؟ نعم. عللي لقضاء وقت ممتع. بارك الله فيكم. انظري للصورة الثالثة، نقرأ العبارة صغيرتي، اقرأيها قراءة جيدة. أحمد يراقب الفراشة وأيمن يقطف الأزهار. ماذا يفعل أحمد وأيمن؟ أحسنتم، أحمد يراقب الفراش وأيمن يقطف الأزهار. لماذا يفعلان ذلك؟ للاستمتاع بوقتهما. ماذا يمكن أن يقال لهما؟ أحسنتم، استمتعا بوقتكما ولكن لا تقطفا الأزهار وحافظا على نظافة المكان. بارك الله فيكم. إذا هذه هي الإجابات يا صغيراتي. ننتقل للمشهد الرابع، ومن خلاله سننسج أو ننسج قصتنا. انظري للصورة. تغير الجو فأسرع الصغيران إلى منزلهما. ماذا حدث للجو؟ أحسنتم، تغير الجو، أصبح غائما. ماذا فعل أحمد وأيمن؟ أسرعا إلى المنزل. نعم. هل تصرفهما حسن؟ نعم. هل استمتعا بالنزهة؟ نعم، ولكن ليس كثيرا. بارك الله فيكم. إذن من خلال الإجابات صغيراتي أربط بين الإجابات لأكون قصة قصيرة. نبدأ الآن الربط باستخدام أدوات الربط، وهي أول واو وثم والتاء، ولا ننسى علامات الترقيم صغيراتي. نبدأ الآن بكتابة القصة. نبدأ صغيراتي. نعم. خرج أيمن وأحمد من منزلهما. أيمن يرتدي ملابس رياضة زاهية، وأحمد يحمل سلة مليئة بالمأكولات الخفيفة، وسارا باتجاه. نبدأ الآن بإتمام القصة. نعم، باتجاه الحديقة. أخذ أحمد يراقب الفراشات ويستمتع بشكلها الجميل وتنقلها بين الأزهار. وبدأ أيمن في قطف الأزهار لكي يستمتعا بوقتيهما. وفجأة ساءت الأحوال وهبت غيمة داكنة محملة بالمطر. أسرع أحمد وأيمن بالعودة إلى المنزل. طبعا أنا سأكمل أقول استمتعا بوقتيهما، فأحسنا التصرف، استمتعا بوقتيهما ولكن ليس كثيرا. إذا أنت لك أن تصوغي القصة صغيرتي كيف ما شئت، اكتبيها بالطريقة المناسبة لك، لا تلتزمي بكتابتي. لك أن تكتبيها بالطريقة المناسبة بشرط أن تكتبي الكلمات كتابة صحيحة وتربطي بين الإجابات باستخدام أدوات الربط المناسبة. بارك الله فيكم صغيراتي. إلى هنا وصلنا إلى ختام درسنا. نلتقي إن شاء الله مع الدرس الثاني من التواصل الكتابي الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين دمتن في رعاية الله.